أهلا فيكم من جديد. تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري برأس مال 5 مليارات ريال وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%. صحيفة الرياض أوردت أنه سيخصص 30% من رأس المال في الشركة لشركات التمويل العقاري، على أن تمضي الشركة الراغبة في المشاركة في رأس المال 5 سنوات من العمل، ويمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام. دعونا نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سنفتح ملف النقاش حول هذا الموضوع. تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري برأس مال 5 مليارات ريال بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%، ويخصص 30% من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري، على أن تمضي الشركة الراغبة في رأس المال 5 سنوات من العمل، ويمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام. ويتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة العمل في نهاية العام الجاري، ويأتي إطلاق الشركة بعد أن دخلت شركات التمويل العقاري مرحلة جديدة من خلال قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك. وتدعم شركة إعادة التمويل توفير السيولة لشركات التمويل العقاري، خاصة أن تلك الشركات أصبحت وفقا لتصريح محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أقدر على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل، خصوصا أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الكاتب المتخصص في شؤون العقار والإسكان الأستاذ خادر بيش. أستاذ خادر، شكر لك لتواجدك معنا، يعطيك العافية. ملف الإسكان دائما ملف متجدد لا يتوقف. عرضتم في صحيفة الرياض موضوع مؤسسة النقد تطلق أو تفكر بإطلاق شركة تمويل عقارية. السؤال، كيف ترى أبعاد هذه الخطوة إذا أقدمت عليها مؤسسة النقد على سوق العقار، وعلى كذلك توفير أو تشجيع توفير وحدات سكنية؟ التأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري جاء بموجب الباب الثالث المادة 17 من نظام التمويل العقاري، اللائحة التنفيذية نظام التمويل العقاري تضمن تقريبا 11 مادة كلها تتكلم عن تأسيس هذه الشركة. كما جاء في التقرير وكما طرح في صحيفة الرياض، يتوقع أن تبدأ العمل للشركة في نهاية العام الميلادي الجاري. المواطن يمكن ما يلمس تأثير مباشر التأثير وتأسيس هذه الشركة عليه مباشر بشكل مباشر، لكن السوق بصفة عامة هو سوق التمويل اللي حيعتمد بشكل أو بآخر بجزء من عمله على شركات التمويل العقاري المتخصصة. شركات التمويل العقاري حاليا كيف تحصل على التمويل اللي تقوم تقوم بتمويل المواطنين؟ تحصل عليه عن طريق الاستدانة من البنوك بفائدة، ثم تقوم بتمويل هذا المبلغ إلى المستفيدين من المواطنين والمستهلكين. فبالتالي الشركة الجديدة ستتجاوز هذا الموضوع، لأن 51% من رأس مال الشركة سيكون لصندوق الاستثمارات العامة، بمعنى أن الحكومة ستكون هي الضامن تقريبا لهذه الشركة. هذا جانب. الجانب الثاني وهو جانب استثماري اقتصادي بحت، أن الشركة ستكون هي الضامن للرهون، مثل كما في شركة أمريكية سابقة اسمها وموجودة حاليا فاني مي أمريكية، بمعنى أنه هذه الديون التي تترتب على شركات التمويل سيتم تحويلها إلى صكوك أدوات دين أو سندات تطرح بالسوق الثانوية. هذا الأمر يعني كشركة تمويل أو إعادة التمويل تعزز من السوق الثانوية وتداول في السوق الثانوية، بالتالي يفترض أن يكون السوق الثانوية في المملكة واحد من قنوات الاستثمار كما في الأسهم والعقار وأي قناة استثمارية أخرى. السوق الثانوية في المملكة ما زالت اللي هي تشمل الصكوك والسندات ما زالت لا تتوازى مع حجم وقيمة وكبر اقتصاد المملكة. فهذه الشركة بهذه الآلية اللي أتت في نظام التمويل العقاري يمكن أن تكون واحدة
من الأساليب التي تنشط سوق. طب شركتهم العقارية مش بيصير علاقتها مع الشركة؟ هي المستدين يعني، هي اللي حتحصل، هي تأخذ منها الشركة، تحصل وشركة الشركة السعودية لإعادة التمويل تكون هي الضامن لهذه الشركة. يعني ما تقدمها الشركة اللي تبع صندوق اللي تبع المستنق للمواطن مباشرة التمويل؟ لا، هي تقدمها لشركات التمويل العقاري. هذا شيء. شيء ثاني أنه حتى الديون المترتبة، يعني اليوم المحفظة مثلا مليار ريال، قامت شركة إكس بي تمويل هذا المبلغ، تحويله إلى دين عن طريق التسكيك أو التسنيد، ويطرح بالسوق الثانوية. اللي يتولى هذا الجانب هي شركة إعادة التمويل السعودية أو شركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. طيب بنكمل حول التأثير على قطاع الإسكان، بس استاذنك بسولو بريك فاصل قصير جدا، بعد ذلك نعود. بسحب الليل متضايق. شوفي حفاضات مبلولة، ممكن تبان من برا جافة بس تكون مبلولة على بشرته من جوا. جربي حفاضات بامبرز عشان تبقى بشرة سعود جافة. بامبرز. خالد، نقطة جدا مهمة، يعني في برامج تمويلية مختلفة قاعد نسمع عنها الأيام هذه، سمعنا عن القرض المعجل، سمعنا عن الرهن الميسر للتمويل العقاري، كان في خطوة تقليص الدفع بحيث يمكن لشركات التمويل أنها تدفع إلى 85% من قيمة المسكن، يصير على المواطن يدفع 15% والباقي يرهن العقار ويصير عليه الأقساط. طيب الحلول التمويلية هل ترى أنها فعلا بتخدم شريحة كبيرة؟ احنا نعرف انه يمكن بعض الناس يقولون لا والله يا اخي حلول التمويل ترى ما هي او ما راح يستفيد منها الا اللي دخولهم عاليه، صحيح، اللي راتبه قل 15-20 الف وانت ماشي، وهذا اللي يمثلون نسبه ضئيله. صحيح. الحلول التمويليه الحاليه المطروحه الان بالتاكيد انها ما تناسب، وفقا لدراسات احصائيه من صندوق التنميه العقاري، تناسب 25% من المستحقين فقط ل الحصول على السكن أو الحصول على التمويل، بمعنى أنه إحنا نتكلم على 75% من المواطنين خارج نطاق هذه الحلول التمويلية. هذا الأمر يستدعي بالضرورة أن تكون هناك برامج دعم حكومية. حتى بالمناسبة نظام التمويل العقاري تضمن جزء من أكثر من مادة فيه اللي هو المنتج السكني والمنتج التمويلي المدعوم من الحكومة، بمعنى أن لابد أن يكون هناك منتجات تمويلية للمواطن كما هو الحال المنتجات السكنية تكون مدعومة من الحكومة. هذا أمر مهم جدا لأنه الشريحة الكبرى أو الشريحة الكبيرة من المواطنين ما تستطيع الاستفادة. هذا جانب. الجانب الثاني، تعرف اليوم التراجع الحاصل في موضوع حجم الإنفاق الحكومي اللي شمل حتى المرتبات الشهرية والمكتسبات الشهرية أحيانا مثل خارج الدوام وخلافه، كل هذه الأمور بشكل أو بآخر أو بآخر ستؤثر على القدرة الائتمانية للمواطن الحصول على التمويل. طيب يعني بالوضع الحالي، يعني خلينا نتكلم بكل واقعية خالد، وخبيك يعني تكون في المنطقة الرمادية ما بين الأسود والأبيض، يعني البعض يقول الأسعار تبي تنخفض يا جماعة واصبر لحد يقدم على الشراء، البعض يقول لا الوضع يمكن لن تنخفض بذلك الشكل المتوقع، هناك ترقب لرسوم الأراضي ومدى تأثيرها على سوق العقار وبالتالي انعكاسها على أسعار الوحدات السكنية، كون قيمة الأرض اللي هي تمثل العقبة الكبرى، تمثل يمكن يعني إلى 75% من قيمة المسكن هي الحاجز دائما في رفع الأسعار. يعني متى نوصل يعني منظومة تكون فعلا متزنة، منظومة عقارية، منظومة إسكانية، يعني اللي يقدر يشتري اللي يبي يسكن بمليون بيلقى له بمليون، اللي بيلقى له بثمانمائة ألف بيلقى، يعني يصير فعلا خيارات تناسب كل الناس حسب رغباتهم. على المدى القصير ما أعتقد أنه يحصل مثل هذا الأمر. أتفق معك، يعني جزء ما تحدث فيه له عنوان أشمل هو الفوضى الحاصلة في مجمل السوق، مجمل مكونات السوق، عدم الوضوح، غياب الشفافية. عدم الوضوح مين؟ عدم الوضوح لآلية التداول في السوق سواء اتجاهات الأسعار أو الاحتياج أو قدرة المواطن وتحديد هذه القدرة وبالتالي توفير المنتجات المناسبة. كل هذه الأمور ما هي واضحة. لماذا؟
لأنه كل مرحلة أو هذا الوضع الحالي كله كان نتيجة تراكم عدة سنوات سابقة ما عملنا شيء يعني خصوصا في الفترة اللي كان في حجم الإنفاق ضخم جدا وكان بالإمكان الاستفادة من كثير من الأوضاع في ذلك الوقت تأخرنا من خلال دراسات كثير من خلال مراكز معلومات تأخرنا كثير 250 مليار كان المفترض أن نكون أسرع التعامل معها فعلا. بالضبط كان المفروض هذا المبلغ 240 أو أكثر من 240 مليون يكون التعامل معها أسرع وأفضل من الوضع الحالي. الفترة المقبلة بلا شك أنه ما تقدم الحكومة الحين من برامج تحاول تثبيط الأسعار وعدم ارتفاع الجنوني حصل في موضوع قرب تطبيق الرسوم التأني في قضية طرح حتى المنتجات التمويلية الحالية وقصرها على شركات التمويل كل هالأمور هذه يعني بشكل أو بآخر صحيح أنها تساعد نسبة من المواطنين لكن النسبة الأعظم إلى الآن الأمور غير واضحة بالنسبة لهم. شكرا جزيلا لك، أتمنى إن شاء الله أن تكون تتضح هذه الأمور بشكل في المرحلة المقبلة. شكرا أستاذ خضر بيش الكاتب المتخصص في شؤون العقار والأسكان. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.